ده هو حلويات حلويات وبيحكوا عنه في الحكايه. الباذنجان عندنا هنا اهم حاجه. طب ايه؟ طيب انا هروح اوري وشي للدكتور ازاي بعد اللي هيحصل النهارده؟ ما تروحيش كلميه على التليفون. بصوا دي حاجات خفيفه عشان ايه، انا عارفه طبعا ان الاستاذه توتي ملهاش في الكلام ده وعامله لنا ايه اللي عامله دايت بقى وكده. فقلت بقى مين سمنة ياكلك يا عز غير شوشو؟ لا لا السؤال ده ما يتسالش، ما تسالش، انا اسف. بس على فكره ده قول، هتحسه كده لحمه الستيك دي اللي احنا ستيك بنعملها في اهي، ولا ده لسان؟ ده الشاوي. ده لسان؟ لا اللسان اللي هناك. لسان طبعا. لسان ده ولا اللي هناك؟ ايوه اللي هناك. لا ده لسان، ده طحال، ده ممبار، ده لسان وده مخ، دي فشه بس متقطعه رفيعه، وده بتنجان. ايوه صح صح يا حبيبتي اللي انت شايفاه كله، وده خروب اللي انت حاسه. لا ده كركديه، مش لازم تعرفي الحاجات دي. الاصفر ده بقى ايه؟ الاصفر ده تفاح. بصي المهم ان انت ما تعرفيش الحاجه دي ايه، المهم تاكلي وتستمتعي بالاكل. بالظبط. يلا يا عز انت هتقعد بقى ايه؟ ايوه لا 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 هات عايزين تاكلوا؟ ما احنا هناكل معاكم، انتوا تاكلوا لوحدكم؟ احنا بندوق بس. خد يا ما تدوق. اتفضل. حلو، شوف الست برضو تدي جوزها الاول. هو مركز في الاكل. ابدي على نفسي طبعا. طب يلا بسم الله. بسم الله. ده كله دخل على الممبار ليه؟ اه؟ مش تاكليني؟ خد حضرتك. هاكلها كده زي اللي قطعي. لا ايدي موجودة بس يعني دوقيني كده يا ساتر. الله 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 حلو. بتعالي قولي بس اكلي. حلو؟ شوشو تعمل حاجة وحشة؟ يسلم ايدك. المهم انت يعني انا شايفاكي ما شاء الله وفتحتي في الاكل وقعدتي بس تقولي لي دايت ومش دايت، انت بتعملي ايه في الدايت؟ ما بلاش عشان الدكتور اصلا لو شاف الحلقة دي هيقلب عليا. ليه؟ دي حاجات تحت تعتبريهم فري. مش مشوي؟ مشوي وسمنة يعني مشوي على مش مشوي على سنة كده. تتكرع؟ ها؟ الكرة ما تكتمهاش، أنا عارفاك عينك بتزق الكرة. طب يا حبيبتي وعليك بإيه؟ يعني أنا نفسي أفهم عليك بإيه؟ يعني أنت مثلا دلوقتي لو هي ألوظت شوية هتضايقك في حاجة؟ عسل وعندي. طب أمال إيه طيب؟ ليه مخلي الست تبقى قاعدة يا عيني كدوت عينيها في وسط راسها؟ يعني الموضوع باختصار. أنت عارفة الكاميرا بتزود شوية. ما تزود يا أخويا. صح؟ البحر يحب الزيادة، الله. طيب أنتوا اتعرفتوا على بعض إزاي بقى؟ القصة البدايات. في الشغل. سبع وصايا. كنا بنصور في سبع وصايا بس ما كنتش بطيقه، كان دمه تقيل. طيب ها. المهم يعني ما كنتش بحبه خالص، كان دمه تقيل كده وسخيف. هو عليه رفعت حجر كده تخوف الناس اول مره. الله ينور عليك. ايوه بهزر على فكره. انما الناس بتروح تهزر وتصور عادي على فكره. يعني تحس نفسك بتبقى مدينا كده رياكشن ظابط المباني. هو رايح يشتغل. ايه هو رايح يشتغل؟ كده وتلاقيه يقول لك كده تعالي كده. لا انت صح. صح؟ ايه انت؟ لا بتقول لكل الناس كده بتخوفنا. لا 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 اه والله. لا لا وقفي في العلامه بتاعتك. ايوه العلامه بتاعت نورك. صح عشان نورك. صح اه ده شغله هو لازم يعمل كده. صح لحد بقى ما تقابلنا في زنقه ستات. فانا بصور شط وبتاع ومش مركزه مين مدير التصوير. انا مالي مش موضوعي اصلا في الاخر يعني. عارف. كنت عارفه بس كنت مش مجمعه. يعني عارفه ما تسمعي الاسم مش مجمعه. واتقلك. قالك فلان. يا توتي خلاص يا توتي بقى جوزك بقى خلاص بقى. المهم يعني ان انا ما اديتش اهتمام. كنت سهله ومهتميه. ما اديتش اهتمام. يا انت كل انت اللي مرشحه. لا والله ده انا كنت بتعاير اقسم بالله. عم احمد صبكي بيكلمني في التليفون فبيقول لي الفيلم مش طالع. عم احمد انا مشغوله وما عنديش وقت. قال لي بقول لك ايه ده انا جايب لك خالد الحلفاوي وعز العرب مدير تصوير. اهو طلع عم احمد ده انا عامل ايه يعني انا مالي باستاذ خالد ومالي باستاذ عز انا مش فاضيه. طب هم تصويرك كله هيبقى اسبوع وتنزلي تخلصي وعلى طول ويلا. نزلت اصور يا بنتي اول يوم. المهم لقيت استاذ خالد الحلفاوي بيشرح لي الشط فقال له تمام يا عز. قال له اه تمام يا ريس. وليه تون كده. فالمهم قلت له عز فبلف كده قلت له عز العرب. مش عارفه ايه زيك يا عز. قال لي تمام تمام تمام. بعد الشط بقى نبقى نسلم. المهم خلصنا الشط وراح مسلم اخبارك ايه عامله ايه بتاع تمام. عدينا بقى اسبوعين ثلاثه كده في التصوير الفيلم وبتاع. فاليوم اللي قبل الاخير حاجه كده فوليد الحلفاوي اخو خالد هو كان المخرج المنافس بتاع الفيلم. قلت لها فين بالليل؟ احنا كلنا خارجين رايحين مكان في المهندسين تيجي تقعدي معانا شويه بتاع مش عارفه ايه. لا 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 انا مكتئبه وحالتي صعبه مش عايزه انزل يا وليد. طب معلش تعالي طب فكي معانا. طب انتوا نازلين فين؟ فقال لي المكان ده قصاد بيتي اصلا. فقلت له طب خلاص انا انزل اقعد معاكم شويه. المهم رحت فلقيت عز بيسلم عليا فطلبت حاجه وطلبت درينك وطلبت حاجه وقلت اقعد وبتاع. فالمهم جاي حاسب
قالوا لي لا استاذ عز بيقول ان الشيك بتاعك معايا. الله فرحت مكرمشه 200 جنيه دفا رحت مكرمشه 200 جنيه ورحت رايحه له قلت له ميرسي يا عز بس انا ما بحبش حد يحاسب لي. عيب ومش عيب وانت احنا اللي قايلين لك تنزلي واحنا اللي مش هو بيرسم برضه بيظبط ايوه صح فاحنا اللي قايلين لك وان انت خارجه مع رجاله ما ينفعش الكلام ده وبتاع فبتر طب كتر خيرك يا سيدي متشكرين انا على فكره عيد ميلادي كمان 3 ايام. الله يعني العزومه قدامها هديه سخن قوي المهم يعني انا رحت ايه قلت خلاص الواد عزمني فبرضه مش منظر وبعدين دفع لي الحساب برضه يعني كسر عيني فانا لازم ارد بقى كرامتي واروح اجيب له هديه واصرف واكلف صح رحت جايبه ازازه البرفان كان عليها سيل كده في واحده وعليها واحده في دخله تدهاني وده البرفيوم اللي انا حاطه هو البرفيوم اللي هو حاطه من هنا بقى حصل لينك حصل الكلام والله انت عرفتي منين انا بحط البرفيوم ده والله ما اعرف انا لقيت بيقولوا لي ده حاجه كويسه وجديده ولسه نازله والبتاع فقلت اجيبها لك فمن هنا بقى حصل الكلام. طيب اول بقى لما قعدتوا مع بعض واكلتوا كنت بتتكسفي بقى منه بقى وبتاع وبتاكلي شوكه وسكينه وبتاع؟ لا 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 انا شخص عشوائي اصلا وشبعت وسوري يا شوشو بتعمل كده لا مين اللي بيقول سوري؟ هي شوشو سوري على ايه؟ لا بتاكل حته وده من بقك وعامل بوز البطه والحاجات ايه لا لا ما عندناش احنا الكلام ده ايه؟ اتكسفتها كسوف معلش تتكسف والله خلاص بقى يا شوشو بقى ما انت بتقعد تحكي حاجات انا ما بحبش تحكيها ما انت كنت كميله خالص وانت انا بقيت دلوقتي باكل قدامك ثلاث قطع عيش ما انا بتخض وانت بتاكلي دلوقتي انا بتخض ليه؟ ما كنتش اعرف بس كده بس بحبها طب كلموني شويه عن توتي السغنتوته يا حبايبي احنا عندنا كارثه بقى في البيت مشكلة ان الاطفال كلهم في السن ده تقريبا بيقعوا من على السرير بس ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيتدقلجوا من على السرير فهي كل مره حبيبتي تبقى نايمه جنبنا بتروح متدقلجه واقعه في نفس الحته يعني هي كل مره كده وتروح واقعه على وشها طب يا توتي انت بتعملي كده ليه يا توتي بتتشقلب بحاجات غريبه بتنام تلاقيها نامت بالعرض فجاه تلاقيها اتشقلبت تروح قايمه قاعده كده وهي نايمه عادي جدا تروح قايمه قاعده كده وبعد كده تروح عامله طب يا توتي ايه المناظر العجيبه اللي بتعمليها؟ مفيش بقى ملهاش دعوه ضحك بس بقى اللي احنا نشوف المناظر دي تلاقينا اصلا عمالين نضحك احنا مش شايفين وشويه تلاقيها نايمه على المخده بالعرض ما بيننا طب ليه والشلاليت بقى؟ فين يوجعك؟ الرفس بالايد والرجل حضرتك طب مش تخوها بقى ولا ايه؟ ان شاء الله قريب باذن الله بجد؟ عايزين ولد ولا بنوته؟ هو عايز ولد لا والله انا اللي يجيبه ربنا يحب ايوه انا بصراحه انا ماليش في تربيه الولاد انت عايزه بنت انا عايزه البنات يعني انت حامل مبروك يا ايتن مبروك عايز مبروك يا لا لا والله مفاجاه والله لا. والله العظيم فرحنا لكم قوي طب انتوا مش عايزين تقولوا ليه كملوا لا انت يعني انا حسيت من ساعه ما انت كنت الاكل كده حسيت ان نفسي غم عليكي لا خالص انت بدي نفسك في حاجه دلوقتي كل التنجان طب اوعي تبصي لمادي ما تركزيش بقى مع مادي لا ولا تركزي معاها سيري عشان البت دي جدا ما خفيف زيك عشان تبقى قطعتي برزقها خالص ليه؟ خليك كاركتر تشتغل اكتر طب انتوا لما بيزعلك بيجيب لك هديه ويصالحك ولا بيعمل ايه؟ لا ورد هو عارف ان انا بحب الورد الله انا بني ادم غير مادي تماما انا الورده حمراء بالنسبه لي فل لو جاب بوكيه كتر الف خيرك يا سلام انا بحب الهدايا المعنويه ماليش في الهدايا الماديه متاكده؟ والله العظيم اساله بيجيب لها ورد ما كانتش قفشت في الفالنتاين طب جوه ده انا فضحته يوم الفالنتاين ده والله العظيم الفالنتاين ده كان يوم اسمه ايه عشان طب قولي كل سنه وانت طيب طب قولي شكرا يقعد عليكم بالخير اي حاجه لا جبت له طبعا جابت لك ايه؟ لبس عشان انا اللي البسه برضه تلبسي لبسه؟ يوه والله العظيم الفيتشرز بتاعتي واخداها كلهم تقريبا بس هم فعلا سويتشيرت الرجاله بتبقوا حلوين وبيبقوا لما بيبقوا واسعين علينا كده بيبقى برضو حلوين كده وتحسي انك شم ريحه جوزك فيها لا مش للدرجه دي يا اختي ومادي عليه ريحه كده يعني هي بتبقى ايه تحسها صبار شويه على حلبه بس بتبقى ايه حلبه اكتر تحفه حلبه اكتر لا لا برش الكابل جميل قوي يا جماعه وخصوصا بقى احب اخد السويتشيرت بعد ما ابقى واكل بسطرمه تلاقي بقى ايه؟ الهاب وكل تعالى هات بقك مش انا في الفالنتين افتح بقك تعدمني لا اعدمك ماشي مش انا في الفالنتين اكلت لك حواوشي افتح بقك ما بيحبش الطحال مش في الفالنتين تقينا بقى خش عليه في الفالنتين جبت لك حواوشي اللي انت كنت محتاجه صح؟ عشان دخت اجيب لك حته مخاصي؟ مش قادر ليه؟ ليه؟ دي حلوة مش قادر
حلو. ما تاكلش عيش تبلع، هات انا اللقمة دي. لا هات انا، هات انا اللقمة دي يا مادي. انا ببقى ماشي. دي فاضية، تيجي حاجة فاضية حلوة من ايدك. طيب طب انا عايزاك تقول لي يا عز، ايه أكبر خناقة اتخانقت فيها مع عايدة؟ دي خناقة كوميدي جدا. طب احكوها لنا. كنا مسافرين عندنا يعني مناسبة ومسافرين، وأنا قاعد في ميتنج شغل وبنتكلم في ميزانية، وأنت يعني وإحنا في الميديا وفاهمين يعني بتحضري الحاجة بروجكت كبير وضيوف شرف ومش عارف إيه وحاجات كده، وفجأة تليفون الساعة 11:30. فين؟ أيوة أنا في الشغل. طيب إيه في إيه؟ مش في شنطة هتتحضر وهنسافر؟ أيوة طب أي حاجة تحط في الشنطة، ما أنت يعني هدوم بسيطة يعني حطيها، إيه الأزمة يعني؟ ايوه بس طب احنا مسافرين الصبح. طيب ماشي، هو انا يعني قاعد بلعب، انا قاعد شغال، ايه الموضوع؟ في حاجات بقى شبه كده. لا وتيجي دلوقتي عشان نحضر الشنطه. ايوه يعني ايه يعني اسيب الشغل واجي؟ قلت له انا بحب حاجات كلها تبقى مترتبه، انا ما بحبش اقعد اجري الصبح وادور على القميص والجزمه وادور الحزام مش عارفه فين واقعد انا ما بعرفش اعمل كده. طب تحضر له يا اختي شنطته. هو بيحب يحضر شنطته. لا انت تعوديه. لا بس في حاجات كتير. ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. مش عودتيه من شويه على الملوخيه تبقى خفيفه ويا طنط تقلي الفاصوليا، اشمعنى الشنطه مش عارفه تعوديه ان انت اللي تحضرها له؟ عشان هو بيجي في الاخر يقول لي مش عايز البس الحاجات دي. لا ما هو زي ما تعود يحب اكلك برده كان هيتعود انه يحب اي حاجه انت حاطاها له في شنطته. صح. انت غلطانه يا توتي، والغلط راكبك من ساسك لراسك. خلاص قول له انا اسفه يا عيسى. صالحيني انا اسفه يا روحي. وغني له اغنيه. يلا يلا اغنيه تغنيها له وانت باصه له في عينيه. احيي. انت مكسوفه؟ انا اتكسفت. طب تيجي نغني انا وانت يا شيمو. يلا زي ما كنا بنغني ايام الفيلم. يلا كنا بنغني في الفيلم بتاعنا بتاع تعدي تعدي ده، الاغنيه بتاعت الفيلم بتاعنا. من لطفته خطفته، من جماله عيني ماله، من لطفته خطفته، من جماله عيني ماله، واد لعب في الحب وشاطر عمره ما بياخد انذار، لما شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم، لما شفتك اول يوم نمت راح من عيني النوم، قمت بدري لست أدري إيه جرالي شغل بالي، قمت بدري لست أدري إيه جرالي شغل بالي، زي البحر يا ناس في حلاوته اتعلمت عشانه العوم. احنا شبهكم قوي على فكره بالزبط. كل الطباع بتاعتكم عندنا. أيوة على فكره أيوة. اول مره خدت بالي من الموضوع ده، رومانسيين انتوا قوي جدا. أنا احنا غنينا لكم اغنيه، انتوا غنوا لنا اغنيه مع بعض. يلا انتوا غنيتوا اغنيه من ورانا. احنا لسه غنينا دلوقتي من لطفته خطفته. احنا الاثنين انتوا بقى الاثنين رجاله بقى والستات اهو، احنا نقعد كده مجعوسين كده ونسمع. صاحبي خلاص ابعد عني. ممكن نقوم نرقص اسهل من الغنى على فكره. ابسط من الغنى. ممكن نقوم نرقص احسن من الغنى. لا يلا يا مادي هغني لك ايه؟ طيب انا ما فيش خيال، انا اغني لك ايه؟ انابيب. انابيب انابيب بيب بيب كده 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 يا تريلا كده. انا هوريك انا هوريك وحياه امي يمشوا. بس هنطلع فاصل ونرجع لكم لحد ما اكون صفيت حسابي معاه، وهنشوف هنعمل ايه بعد الفاصل. ميرسي ميرسي. ورجعنا لكم ولسه معانا ايتن العسل وعز السكر. وزي ما انتوا عارفين بيقولوا ان اصعب سنه في الجواز هي اول سنه، وهم الحمد لله عدوها. فعشان نثبت لكم بقى، هل هم فعلا عدوها وعرفوا بعض قوي، ولا هل هم عدوها وهم كل واحد فيهم في اوردر بينحت مش مركز فمش فاهمين بعض؟ ده اللي هنعرفه من اللعبه دي. هنلعب دلوقتي لعبه. اوكي ماشي. انت هتبقى معاكي البورد دي. اوكي. وانت هيبقى معاك البورد دي. ماشي. انا هسالك سؤال فتكتب الاجابه وانت تكتبي الاجابه في نفس الوقت. طيب. ومادي هيسال توتي سؤال فانت تكتبي الاجابه، اكتب الاجابه في نفس الوقت، ونشوف هتبقوا عاملين زي بعض قد ايه في التوافق ما بينكم. ماشي ماشي يا مسهل. يلا بينا ابتدي انت يا مدوج. ماشي. السؤال الاول لايتن، عز دفعه كام؟
خريج سنه كام؟ ما تبيتش وما تبصش ما تغشيش. ماشي يلا يلا، واحد اتنين تلاتة لفوا. 2001 2002 فاتت سنة وغلطت في سنة التخرج يا اختي وخسرت النقطة يا كل ده من الصلصة اللي انت بتحطيها المعلمة للأسف. ودلوقتي السؤال ليك يا عز، قول لي مين هي مطربة ايتن المفضلة؟ اكتب. طب يلا نلف كده مع بعضينا، واحد اتنين تلاتة. يا اختي هي كتبت ورده وهو كتب انغام، ده واضح ان هم عايشين في كرفانات. السؤال الجاي الايت. ايوه استر يا رب. اسم صاحب عز الانتيم ايه؟ ما مصل كتير، انا نقي اني واحد الباقيين هيزعلوا. اقرب لا خلاص بقى يلا اكتب. واحنا هيجي لنا اعز منكم، وبعدين انا حسيت ان الجوازه هتبوظ كل النقط عماله تضيع، فلازم نديكوا حاجات بقى كده. مين نلف؟ خلاص اتفضلي يلا يلا اقلب لف. يعني احمد هو كنت هكتب عزب يعني خالد وخالد خسروا نقطة وكسبوا نقطة، يبقى نسقف لهم. خدوا نص سقفة نص سقفة، الجوازة باظت. احنا جايين نعدي النفوس مش عايزين نتقل عليكم. قول لي مقاس رجل توتي كام؟ كده حاجات حلوة بالشبر. ماشي يلا واحد اتنين تلاتة. برافو 37 اكبر مقاس في الاطفال والله العظيم. وكده خدوا درجة ونص. ويلا يا ماجي اسأل توتش. اخر فيلم دخلوا عز في السينما؟ اكتب برضه. ايوه ايوه يلا واحد اتنين تلاتة. ها يا تعدي يا تعدي اصل انت مش تعدي. برافو. غنوها بقى، غنوا لنا بقى الاغنيه عشان لازم كل الناس تدخل تشوف الفيلم الجامد جدا 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 يا تهدي يا تعدي. ونوعدكم انكم بجد هتتبسطوا. يلا ان شاء الله. انت يا دنيا افتريتي ويا ما جيتي كتير علينا وقضيتيها عندي فينا، بس انسيت عندي مين. اخبطي راسك في حيطه بقيت حويطه مش عبيطه ملهيصه وزمبليطه. عايزه ايه من البني ادمين؟ عايزه ايه من البني ادمين؟ يا تهدي يا تعدي اصل انتي مش قدي. خلي الحياه وردي ما تكشريش على طول مقفله في وشي. لا سوري معلش كده، ده انا ما اقدرش يعدي انا بنت اصول. الله انت بنت اصول ومقصله وبنت بلد ومفيش اجدع منك بجد يا توتش والله.